بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة، هذا الكتاب المبارك والذي نستضيف فيه الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذا الدرس. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسترة للمصلي، هل تشمل المرأة والرجل أم هي خاصة بالرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السترة التي تكون أمام المصلي عامة للرجل وللمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا عام. نعم. شيخ، أنكرت عائشة رضي الله عنها أن تقطع المرأة صلاة المصلي إذا مرت بين يديه. نعم، هذا رأيها رضي الله عنها، لكن الحديث مقدم على الرأي. ثلاثة يقطعون مرورهم الصلاة: المرأة والكلب والحمار. ولكن هذا القطع ليس معناه بطلان الصلاة، وإنما هو قطع للثواب، نقص في ثواب الصلاة. نعم. مر ابن عباس بين يدي الصف ولم ينكر عليه أحد، على ما يدل ذلك الشيخ صالح؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وابن عباس لم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مر من أمام الصحابة، سترتهم سترة إمامهم. نعم. شيخ، إذا سبح المأموم عند خطأ الإمام، قد لا يدري الإمام ماذا حصل له أو ماذا غلط فيه، فكيف نوجه مثل ذلك مأجورين؟ نعم، يعني منبه بما يوقظه للخطأ أو السهو، فالغالب أنه يتنبه. إذا سمع تصفيق النساء وسمع تسبيح الرجال خلفه، لا بد أن يدرك أنه قد سهى، وعند ذلك يتذكر السهو الذي وقع منه. نعم. الشيخ صالح، هل يصح التنبيه بالنحنحة عوضا عن التسبيح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، ولا يترك هذا النص إلى غيره. نعم. شيخنا الكريم، ذكر بعض العلماء أن سؤال الرحمة عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد خاص بالنافلة دون الفريضة، ما مستند هؤلاء مأجورين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في صلاة الليل وهي نافلة، ولكن الجمهور يقولون ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، إلا لدليل يدل على خصوصيته بالنافلة. نعم. الشيخ، إذا اعتل الإمام أثناء الصلاة وصلى جالسا، ما حال المأمومين والحال ما ذكر؟ إذا كان بدأ بهم الصلاة واقفا ثم عرض له عارض أقعده عن الوقوف، فإنهم يكملون صلاتهم وقوفا ولا يجلسون معه. نعم. بالنسبة يا شيخ للطريقة المشروعة لمن صلى على كرسي، إذا صلى على كرسي يفعل ما يقدر عليه من أفعال الصلاة وأقوالها، يفعل ما يقدر عليه. نعم. شيخ صالح، هل ورد قراءة سورة بعد الفاتحة
في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ لا أعلم شيئا من ذلك. الصلاة في المغرب وفي غيرها ركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة سورة، وأما في الركعتين الأخيرتين أو الأخيرة من الثلاثية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها شيء بعد الفاتحة. نعم. التخفف في الصلاة ما ضابطه يا شيخ؟ التخفيف ضابطه أن يكون تخفيفا مع الإتمام، لا يخل بالصلاة، وإنما يكون تخفيفا مع إتمام الصلاة، هذا هو التخفيف المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقيام ركن في الفرض لقوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، القيام في الصلاة ركن من أركانها للقادر عليه، للقادر عليه، قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقوله قوموا هذا أمر بالقيام، قانتين أي تاركين للكلام، كانوا من قبل يتكلمون في الصلاة ويخاطب بعضهم بعضا وهم في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. نعم. إلا لعاجز أو عريانا أو خائفا. يعذر في القيام هؤلاء: العاجز عن القيام، يصلي الرجل قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أو عريانا إذا قام هو ليس فيه مرض ولا مانع، ولكن لو قام بدت عورته فإنه لا يقوم بل يصلي جالسا لأجل ألا تبدو عورته. نعم. أو خائفا من العدو يعذر بالقيام، إذا قام في الصلاة يراه عدوه فإنه يعذر بالقيام ويصلي جالسا. نعم. أو مأموما خلف إمام الحي العاجز عنه. وكذلك يعذر المأموم القادر على القيام إذا كان يصلي خلف إمام الحي، يعني الإمام الراتب العاجز عن القيام، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. إن أدرك الإمام في الركوع فإنه يكفيه قدر التحريمة، تكبيرة الإحرام، أن يؤديها وهو واقف ثم ينحط للركوع أو السجود أو ما عليه حال الإمام، فيكفيه حينئذ أن يقوم بقدر تكبيرة الإحرام. نعم. وتكبيرة الإحرام ركن. تكبيرة الإحرام ركن، وهي التكبيرة الأولى، سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم عليه الكلام بعدها، ويحرم عليه ما يخل بالصلاة بعد تكبيرة الإحرام، لأنه دخل في الصلاة أحرم، أي يلزم ما تحرمه الصلاة عليه. نعم. وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فإن الإمام يتحملها عنه. نعم. وكذا الركوع لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وكذلك الركوع لا بد أن يركع المأموم، لا يتحمله عنه الإمام، لأنه ركن من أركان الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. نعم، هذا حديث المسيء في صلاته، وهو حديث صحيح مشهور عند أهل العلم، وأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فعل هذا ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي. عندها قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وفي كل مرة يقول له حتى تطمئن حتى تطمئن، فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون في الصلاة وإن قل. نعم، والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. طمأنينة في أفعال الصلاة ركن من أركان الصلاة لما تقدم من الحديث من قوله ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم، ورأى حذيفة رجلا لم يتم الركوع ولا السجود فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فقال له هذه المقالة، قال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال من كذا وكذا، قال فإنك لم تصلي، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا دليل على وجوب تعلم أحكام الصلاة من أركانها ومن شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، حتى يؤديها العبد على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ العادات والتقاليد سبيلا تمشى عليه، بل لا بد أن تكون صلاته موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، قبل أن يفرض علينا التشهد كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. نعم، كانوا في الأول يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات. والتحيات هي التعظيمات، تحيات أي التعظيمات، فالله جل وعلا يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، لأنه هو السلام والمسلم سبحانه وتعالى. السلام دعاء، الله جل وعلا يدعى ولا يدعى له. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه الدروس المهمة المباركة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في درس قادم من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة، كي نستعرض الرسائل والأسئلة المتعلقة في الدرس السابق بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل وتحيات مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.